هي ان عقبه ذات الاهميه الكبرى، ثاني مركز عمراني في ولايه بجايه ذات القدرات العاليه من ناحيه الصناعه، التصنيع، الفلاحه، المناجم، ثم حابين باش تطلع ولايه بامكانها ان تطلع ولايه. وهذا ما سيكون باعتبار ان المرشح تاعنا من ضمن نقاطه الكبرى الواسعه البرنامج تاعو هو ترقيه المراكز المهمه الى ولايات.